جبال شاهقة، أرض خصبة، شريعة، أفلاج، مياه جوفية متوفرة، يعني حياة. كل ذلك وأكثر في الوجهة اللي ساير لها. تعالوا معي. عرفت حتى في السابق باسم الحجرين، وباللهجة المحلية الحيرين، لأنها كانت تقع ما بين برجين فوق حجرين وهم جبال صغيرة، فكانوا يقولون دائما ما بين الحجرين تقع هذه المدينة، أو ما يقال بالحيرين. لدرجة أنك تسمع ما بين الأهالي إذا فلان تأخر على فلان قال له والله حيرنا الوادي. المقصود بذلك أن إذا شخص كان ينتظر شخص معين وتأخر عليه يقول له وينك ليش متأخر، فيجيب عليه الآخر يقول له حيرنا الوادي. والمقصود بكلمة حيرنا باللهجة المحلية تعني أخرنا الوادي، وذلك بسبب جريان الماء في الوادي، وبذلك يصعب على الأهالي التنقل في ذلك الوقت. اللي يميز المنطقة أن جبالها لها ثلاثة ألوان، البيض والسوادي والحماري. والسوادي اللي يسمونها الرواسي، ضخمة وكبيرة ما شاء الله، هذه اللي لونها أسود. ولأن ألوان الجبال مختلفة، هذا يعني أن هناك تكوينات مختلفة، وبذلك نوع النباتات التي تنمو عليها مختلفة أيضاً. كل هذه النباتات هي نباتات جبلية. على سبيل المثال، هذه نبتة السيداف باللهجة المحلية وفي اللغة العربية بالسيداق. نبتة أخرى هي المفضلة بالنسبة لي، ورقها لذيذ جداً، تسمى بالحماض، ويقولون في اللهجة المحلية للسلطة مكيكة. هذه مكيكة السيداف، مكيكة السيداف، وهذه مكيكة الحماض. لذيذ. تدرون أن عندنا في الإمارات حصن اسمه حصن الحارة؟ نعم، هنا في حتى. سمعت الأوليين يقولون بأنها أمطرت ضفادع، والمقصود به بأن أول كمية مطر تسقط على الأرض كان من خلالها تبدأ حياة الضفدع، وهي أمطرت علينا ضفدع هنا في الشريعة. المميز جدا في مدينة حتى أن أينما ذهبت إن شاء الله توصل في قلب المدينة تجد أماكن للتخييم. على سبيل المثال، هذا المكان مخصص وجاهز لمن يريد أن يأتي، موقف خاص، مكان خاص يحتضنك مع أسرتك، تفرش الأرض حصير زولية، المهم تكون داخل في هذا المكان وعندك مكان خاص للشواء، وفي الجهة المقابلة عندكم هذا المنظر. حتاوي، لميرة، جيمة، أو مثل ما يقولون أهل المنطقة قيمة، كل هذه أسماء لبعض الأودية اللي موجودة هنا في حتى الجميلة. والآن أنا قاعد أمشي في قاع وادي قيمة. أدري يمكن تقولون وين المياه؟ المياه موجودة في السد، ويتم فتح السد طبعاً بين فترة وفترة، وتمتلئ الأودية بالمياه. المهم أنها من التجارب الأولى لي أني أقدر أقول أني مشيت في هذا الوادي، وأنا متأكد أن كثير منكم ودنا يعيش هاي التجربة. المكان أكثر من رائع. حياكم حتى تترياكم.